خالتي دابا شنو كديري؟ السلك ياك نديرو مع البقولة. مايل تبارك الله، غير بدات الخيرات اللي طاحت هاد الايام. اللهم لك الحمد باش الشتاء. مايل الحمد لله عليه. اللهم لك الحمد يا ربي. خضورة الشتاء ونهار النهار الخير. مايل تبارك الله. دابا خالتك حيدتي البقولة وغتحيدي السلك. اييه نمشيو للدار ان شاء الله نغسلوها. اييه كل شيء خضر زين تبارك الله، كلشي مزيان كلشي مزيان. ها امك فين جالسه؟ انا هنا كترتاح. كترتاح لايلا. خالتي راه محيده انت غيبه. محيده البقوله. لايلا كضحك. حيدي الحجره كوثر، حيدي الحجره. انا هذه كبيره. مهيله تبارك الله خضوره فنه كيف ما كتبان في الفيديو تبارك الله، كيف ما كتبان بالعين المجرده. اه والله لا الحمد لله على الشتي. خالتي ايه شنو كدير؟ البقولة. مايلة مزيان. حنا خرجنا تاينا في الطبيعة. ايوا. ايوا البارح زولت البقولة. وصلتها هاد الصباح راني كنبقيها. شي حاجة البقولة. مزيان. رحمنا سيدي ربي الحبيب هاد الرزق. البقولة ما كناش كناكلوها. انا اذا عندنا دابا عاد ضربت الشتاء ايوا دابا من هاد الرزق حنا كنحيدوه ناكلو. داكشي اللي كاين الحمد لله عليها. الحمد لله سيدي ربي الحبيب. البارح زولناها. ايوا عاد غسلناها في الليل دابا استقطرت ومخلطه. خالتي هاد البقوله درتي مخلطه. خالتي مربطه هنا خليتها الحميضة. ايوا هي الحميضة هي كتبان. وريها خالتي. هذا الربيع حتى هي كنديروها. هذا خالتي كيقولوا لها قرع الدجاجة. لا ماشي هذا قرع الدجاجة. بصح هو قرع الدجاجة ياك. هذا ما نعرف سميته. المهم درنا البقولة. المهم كنديرو في البقولة كيجي مزيان. هذه الحميضة حتى هي مزيانة. ايوا شويه د البقولة انا هي كتجي مخلطه كتجي زوينه. ايوا هي عاد مازال هنايا راني زولت خير ربي. ما طقناهاش هاد العام ديال الشتاء. والو تبارك الله حتى طاحت اخر ديال الشتاء عاد كنا كنشريوها كتجيك حلا. اه دابا طاحت لا لا غير كتجيك حلا ماشي بحال هادي دابا اللي كتجي طايبه وصفراء. راه كنشريوها كتجيك حلا. ايوا ان شاء الله نطيبها ونسقمها عاود. اييه شفتي الدنيا كيفاش خضرت. اييه الدنيا خضرات والله شوفها. كديرو من الفتله. اه مهيل لا خالتي الفتله
مقوله. اييه ايوا فورنا الفول. اييه نديروها بالفول كيخلطوها. ها انت ملي كتفتي لقاها خالتي ولا نغلطها؟ دابا انت كديري لها هكاك وهي كتقاق. لا اه باش ملي تدافعي عاود تصفي عاود تحكي الاخرى دي بدقد. لا تحكيني هذه تخاطر كويس القهوه. ايوا كنتي بسوسه بسوسه جيب لكم ملتي السكر بلاتي بلاتي. ها انا غادي نمشي ايوا نتشمشو نقطعو القوله ونديرو الكله نشربو قهوه كي قالت خديجه. ايه واحد راس ديال الثومه. ايه انا في الدار بغيت انا كنت كندير لغه المراكم ديال الحوت والرول. حتى انا هذاك الشيء اللي كندير. الشيء كندير ما كدير ما كيعطيش ندير هذاك الشيء. امي دابا كدير كندير حاجه كيجي دوي كديرها مقاده. ندير حاجه خصها ندير حاجه نديرها مقاده. حنا كنقولوا غير شويه عندكم شويه شويه. دابا امي غادي هي البقوله اللي حيدنا مع الفول مع كسكسو اللي صاوبتي قبيله. بديت دير لنا العطريه. اه علاش خلطها انت كتخلطها عاد كدير العطريه ولا كتخلطها في مره واش ندير غير الكمون ديال السودانيه هي اللي كتعجب السودانيه ما بقاش بيا عدل عليه باش ما تديروش حاره شويه ديال الشوكه زيدي فيها وقيله شويه طعم باش ما يجيكش. دابا امي غديري لنا الكمون الكركمون زيد شويه الملحه جي دابا السودانيه شوف السودانيه غارك بحال الدراري السودانيه ديوها معنا اللي بغاها الزيت البلديه هي كتبغي ام الزيت راه كيتي ديري حتى السيتر بصح كتبغي مبارك تخلطي وتشوف كاش ما تجيكش عاود هي هاديك جاي صولاق حنا حطينا هنايا الفتله وما خالتي كتشوي لنا الحوت ماهين خالتي حماريتي بعدا ياك بعدا ايوا هاكا ماهين ماهين الحوت بشوي كيجي غزال شتي شتي مايلا
ودرنا كويز اتاي معاهم. الماكله ديال هاد النهار غير ماكله 100% طبيعيه مع الخضوره. يا سلام جلسه تصيط لحبيبي واخيرا الحبيب. ايوا دابا صافي غنتغداو ياك اخالتي. ان شاء الله الحصه ديالنا الله غير بالمناصب غير بالمناصب معاك ويزد اتاي. ها هو يا سلام. ها احنا صوبنا لكم المسوس ما تزوجش ما نسيناكمش.